اهلا وسهلا. الاول من تصويت المصريين على انتخابات مجلس النواب اليوم الاول منه. انتظم العمل في اللجان الفرعية في المحافظات 14، ووردت عدة شكاوى تمثلت في تأخير فتح باب التصويت في عدد من اللجان، وعدم معرفة عناوين بعض اللجان الفرعية، وأيضا وجود حالات من الدعاية المخالفة أمام بعض اللجان الفرعية. وقامت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة معالي القاضي أيمن عباس بالتوجيه بضم عدد من اللجان الفرعية إلى بعضها حتى لا يتأخر التصويت فيها، وبلغ عدد هذه اللجان 89 لجنة على مستوى المحافظات 14. وبعمل نسبة وتناسب بين حالات الشكاوى وعدد اللجان الفرعية، زي ما حضراتكم عارفين ان هي 13485 لجنة فرعية، يتضح ان اقل من 3% من اللجان كان بها شكاوى، وانتظم العمل تماما في 97% من اللجان الفرعية. وقد وردت شكاوى من أن بعض اللجان الفرعية رفضت تصويت المواطنين الذين يحملون بطاقات رقم قومي غير سارية، وصدرت توجيهات اللجنة العليا اليوم بالسماح بالتصويت لمن يحمل بطاقة رقم قومي غير سارية. وحدث اليوم أيضا عطل فني في السيرفر الخاص بنقل المعلومات من دولة الكويت، أدى إلى تعطيل التصويت لمدة 10 دقائق، وجرى الإصلاح، وأيضا جاري البحث عن سبب هذا العطل. كما وجهت اللجنة العليا للانتخابات رؤساء اللجان العامة في المحافظات بضرورة تصويت كل الناخبين الموجودين في محيط جمعية الانتخاب حتى ولو استمر التصويت إلى بعد الساعة 9 من مساء اليوم. داف في عجالة اللي عايز اقوله لحضراتكم، وممكن اتلقى 3 اسئلة لو سمحت. اتفضل يا فندم. يعني نشكر جهد سعادتك من 9 صباحا حتى هذه اللحظة، وباقي اعضاء اللجنة العليا للانتخابات الحياة المتواجدون منذ اللحظة بدء عملية الانتخابية حتى الان. ولكن الاستفسار الخاص بي، نسبة الإقبال يا فندم والمشاركة في الانتخاب في اليوم الأول، نسبة المشاركة من قبل الناخبين على مستوى المحافظات 14، الحقيقة يعني تضاربت ودقت في رؤوس الناس أن بشكل عام وكان هناك صورة ذهنية تكونت من الأرقام اللي خرجت من لجنة العليا للانتخابات
وكأنه رقم ثابت. قالوا في الساعة الأولى كان 1.9، ثم تحركت بعد ساعتين أو ثلاث ساعات بقت 2.27 أو 2.3، وكأنها نسبة ثابتة طيلة النهار. هل نسبة المشاركة يا فندم استمرت يعني 2.7 و3 كانت عند ثلاث ساعات تقريبا من بداية العملية الانتخابية، هل استمرت حتى نهاية التصويت وأنتم متابعون العملية الانتخابية على مدار اليوم؟ دي الشق الأول. الشق الثاني، ما هي الضمانات القانونية للحفاظ على صناديق الاقتراع من 9 مساء وحتى 9 صباحا يا فندم؟ وأورد فيها القانون بعض النصوص، واللجنة العليا للانتخابات ملتزمة بهذه وقائمة على تنفيذ هذه القوانين. بالنسبة للشق الأول من سؤال سيادتك، فاللجنة لم تصدر أي بيانات أو معلومات عن نسبة المشاركة في التصويت. ليه؟ لأن لا يمكن حصر هذه النسبة أو عدد المشاركين في اليوم الأول. الحصر بيتم عقب غلق صناديق الانتخابات في اليوم الثاني. ولكن اللي حصل أن بعض زملائك أروا بيان أو أخذوا بيان من على الشاشة واعتبروه أن هو نسبة التصويت، في حين البيان ده خاص بينا احنا، العينة اللي عقدنا منها التحليلات، يعني دي العينة اللي خدنا منها التحليلات اللي قلنا كم مرأة وكم رجل ونسبة المرأة ونسبة الرجل والمحافظات وكثافة التصويت، فهم للأسف اعتبروها هي نسبة المشاركة. لا، اعتبروها نسبة المشاركة ومحدش قال لهم، ده هم صوروها وعملوها كده من عندياتهم ونسبوها على غير الحقيقة للجنة. وعاتبتهم، واعتقد ان انا كمان كلمت في احدى القنوات الفضائية واعتذرت علنا عن هذا الخطأ. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، الصناديق بتغلق بإحكام بحيث لا يمكن إدخال أي ورقة من فتحة الصندوق في حضور مندوبين ووكلاء المترشحين، بالإضافة إلى متابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وبيتعمل محضر بالغلق وغلق النوافذ وغلق الأبواب، ويتسلم الحجرة بما فيها مغلقة إلى الأمن. تسلم الغرفة إيه؟ مغلقة إلى الأمن. في اليوم التالي بيتم الفتح في حضور من أغلقوها، ويتأكدوا من تمام إحكام الغلق وإن ما حدش لعب أو فتح، ويدخلهم ويتأكدوا من نفس الشبابيك اللي قفلوها ما زالت مغلقة، ويشوفوا الصندوق اللي أغلقوه ما زال مغلق، ويفتح في حضورهم ويتعمل محضر بفتح الصندوق. كل دي ضمانات حتى يطمئن الجميع إلى سلامة الصندوق. تفضل. كنا عايزين نعرف النهارده طبعا تم الانتهاء بالنسبة للسوق المصري في الخارج، كنا عايزين نعرف آخر أحمد ربيع من جريدة الوطن والمعلومات، كنا عايزين نعرف آخر الأخبار بالنسبة لتصويت المصريين في الآخر، يعني كله ركز على المصريين في الداخل ونسي المصريين في الخارج، وكان طيب. في شكوى إن في عدد من اللجان أغلقت في بولاية دقرور وفي بعض المحافظات الحدودية البحر الأحمر ومرسى مطروح، القضاء أغلقوا اللجان الفرعية قبل 9 مساء، كنا عايزين نتأكد من ده. طيب، بالنسبة للشق الأول من سؤالك، أنت افترضت أن تصويت المصريين في الخارج انتهى. تصويت المصريين في الخارج سينتهي غدا الساعة 6 صباحا، فاحنا مستمرين حتى 6 صباحا لغاية ما تغلق صناديق الولايات المتحدة الأمريكية. هنا يبقى أغلقت صناديق المصريين في الخارج، وعقب الإغلاق سيتم الفرز في كل سفارة عقب الإغلاق مباشرة. وعايز أقول لحضراتكم أن رغم أن الكويت الساعة فيها دلوقتي تجاوزت 9، إلا أنه كان يوجد في جمعية الانتخاب أكثر من 1000 مواطن لم يدلوا بأصواتهم بعد، ومعالي السفير مستمر حتى هذه اللحظة في تمكين المصريين من الإدلاء بأصواته. بالنسبة للشق الثاني من سؤالك، وإن بعض اللجان أغلقت قبل 9، أرجو أن سيادتك تحدد اللجان باللجنة، لجنة بالاسم، لجنة رقم كذا في الحتة الفلانية. أما إطلاق كلام عام فهذا ما اقدرش ارد عليك فيه، لكن تقول لي لجنه كذا، اقوم انا ارجع استفسر وارد على سيادتك اقول لك اللجنه دي فعلا اغلقت في ميعادها او قبل ميعادها او بعد ميعادها. ما السؤال؟ اتفضل. محمد حميد من بي بي سي. ايوه فندم.
محمد حميدة من البي بي سي. أهلا. كيف تعاملت اللجنة مع المرشحين الذين شطبوا بأحكام قضائية مع بالتنسيق مع اللجان سواء العامة أو الفرعية؟ كيف تعاملت اللجنة وكم عدد هؤلاء المرشحين على مستوى 14 محافظة؟ هناك شق آخر للسؤال، حالة من الارتباك في كثير من الأماكن بسبب عدم الإعلان بشكل واضح إذا كان اليوم الثاني من الانتخابات أجازة أم نصف أجازة أم نصف يوم أم هناك تيسيرات للمواطنين. نريد أن نعلم هل طلبت اللجنة بالفعل من رئيس مجلس الوزراء أن يكون اليوم الثاني أجازة رسمية؟ طيب كويس سيادتك، دول ثلاث أسئلة مش سؤال. بالنسبة للسؤال الأول الخاص بالمشطوبين، فإحنا إذا كان المشطوبين وصلنا الأحكام الخاصة بهم قبل طباعة بطاقات الانتخاب فبنشيله من بطاقة الانتخاب. إذا كانت الأحكام وردت بعد طباعة أوراق الانتخاب بطاقات الانتخاب فبتعلق بوسترات ولافتات على كل لجنة فرعية بأن المترشح فلان قد شطب من الترشيح بحكم القضاء في الدعوة رقم كذا تم بالفعل مع أحد المرشحين في الأسكندرية تحديدا يعني، وعلقنا هذه البوسترات على كل اللجان الفرعية. بالنسبة للشق الثاني الخاص، ما هو اللي قبل كده ما هو شطبناهم شلناهم واحد اللي باقي اللي جاه بعد طباعة البطاقات الاختراع. سيادتك بتتكلم عن عدم إعلان إيه؟ مسألة الأجازة. الأجازة مجلس الوزراء أصدر حالا على ما سمعت في القناة حاليا إن في نصف يوم أجازة فقط غدا، مش يوم كامل ولا يوم عمل، نصف يوم أجازة غدا، وده مش بناء على اقتراح اللجنة، ده هذا القرار اتخذه مجلس الوزراء مش بناء على اقتراح من اللجنة. بالنسبة للتيسيرات، ما أنا بقولت لسيادتك إن اللجنة هتقبل بطاقات الرقم القومي غير السارية، واللجنة وفقا وتطبيقا لأحكام القانون هتستمر في تمكين المصريين الراغبين في التصويت طالما كانوا في جمعية الانتخاب حتى الساعة 9 من مساء باكر، وهيطبق هذا الكلام أيضا النهاردة. فأي مصري موجود في جمعية الانتخاب لو جات عليه الساعة 9 تأكد أنه هينتخب. أنا بشكر حضراتكم وإن شاء الله أشوفكم بكرة على خير.